فين الدور؟ رجاله تعالوا هنا يا رجاله. يلا زين اضغط يا علاء، اضغط يا علاء، اضغط اضغط. يلا سويدا علاء 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 كرة في منطقة الجزاء الشناوي علاء الشناوي كحارس مرمى أمامه في المنطقة الدفاعية رضوان والعشرة علاء رايح يا علاء على اليمين فريدي لاعب رقم 19 وعلى اليسار رقم 6 في نص ملعب البنا 72 وحرب 14 وشعبان كرأس مثلث لاعب بيمتلك وعلى الجبهه اليمنى جد الله رقم 51 ويسار رقم 77 وفي المنطقه الهجوميه اللاعب عبد الله علاء اللي بيرتدي القميص رقم 10. اما لفريق فارس الفراعنه الفريق المصريه اللي في حراسه مرمى محمد محمود امام بكر وعمر هاني كريم لطفي احمد عثمان محمود محمد وسيم عثمان واسامه عفيفي وياسين وعمر بيومي. يلا يلا من بدايه الملعب تلعب كوره في المنتصف بناء الهجمه بنفسه في الطريق من طريق على عثمان عبد الله يا كابتن عبد الله ركز هنا ركز هنا كوره من طريق اليسار كلها هنا روح يا عبد الله روح لاعب من رجل التماس مع تطبيق تقنية الفيديو لاعب من الكوارت الفاينل وتألق غير عادي لأقوى من الحكام على أرضية الملعب فريق ويلبن بادئ البداية الدفاعية وفريق فارس بادئ البداية الهجومية وصافرة مصطفى عثمان ممكن أقول كورة بمحاولة من أسامة يلعب طويلة عالية في منطقة الجزاء الرخصية ولكن تخرج 5-47 لاعب رقم 42 بس يا سويلة بس إلى الركلة الركنية عن طريق الجبهة اليسرى التعادل السلبي لا استنى عايز بالظبط هو القائم والصدادات الدفاعية حاضرة في منطقة الجزاء اتلعب كورة بالعرض على القائم القريب عدت الكورة وصلت في عرض الملعب خروجا الى التماس عن طريق الجبهه اليسرى متخصص كوراتو ماركا يلعب بجوار منطقه العمليات المحاولات الاولى ولكن كره شعبان ضغط على شعبان رايح علاء رايح علاء متواجد يلا يا راجل جول كرات اماميه واحد بس ارجع ارجع زين حارس مرمى الحارس محمد هوني كل فريق بادئ المباراة وعمل حساباته للفريق الآخر كل فريق خلق الفريق الآخر من قبيل المباريات اللي فاتت أيا كان في المجموعات أو في الكوارتر فاينل اضغط اضغط فريق أسامة أسامة دخل على زين يلا تاني كده وفتت الكرة إلى رانيا عن طريق الجبهة اليسرى من جهه الانطلاق في جوار منطقه الجزاء
خلص يا سلام يلا حر حر هيا عبد الله هيا يلا عبد الله الهجوميه الفريق ويلفيد لسه بتكلم عن مسيره يلا مارك يلا مارك خالد عبد الفتاح المدير الفني لفريق افتح عشري واحد من نجوم المنتخب الوطني للناشئين واللي كان في تاريخه نجم هاني رمزي واحمد حوده وعمر انور وباسم خيرت وتوفيق الصقر سيد عبد الحميد ورضوان جمال وعمر المدربي نجوم كبار مع واحد يا علاء روح 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 علاء
في المنتصف. خش يا اوسكار. كرة حرة لصالح فريق فارس. بعض على اخر واحد. هنا ست خش هنا هنا بص بيدي. ايوه كوره من منطقه الجزاء
بنا شغل شوية شغل الناس شغل الواد زين هيلعب خطو الشناوي يلا يلا يلا, يلا. ولكن تروح الى لاعب رقم 14 يلا الناس يقعد حرب حتى هذا التوقيت مناولة مع محاولة مع اسوان في منطقة الجزاء ايه
لسه يا رجاله لسه 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 شوف شوف اللاعب شعبان اللي بيرتدي القميص رقم 50 شعبان شعبان تتلعب كرة من الجبهة شعبان ايه؟ يوسف يوسف شعبان انطلاقا تحمل عثمان طلع طلع ليه بقى؟ ليه يا كابتن؟ لاعب احمد عثمان يلعب عثمان العرضيه اقصى منطقه الاساء لاعب احمد عثمان يا دكتور ايه يا دكتور صيد على بيت لا طلب شوف صيد طلب طلب انتهاز المباراة الختامية بينتصر
في ليلة الحل، في ليلة المجد، في ليلة الوصول للقمة، في ليلة حمل كأس الغالية هنا على أرضية فريق الفيز، الفريق من حمل القميص الأحمر وفريق فارس المعتدي الخميس الماضي مع صفرة حكم اللقاء مصطفى عثمان، المساعد الأول رمضان علي، الثاني محمد حامد. شوط أول انتهى. يلا شعبان من ركلات الحكم رجالة قبل بنا قبل بنا قبل بنا، وصدقني اللاعب شعبان اللي بيرتدي القميص رقم 50 لصالح فريق ولد يا زلمة. نتابع الشوط الثاني وماذا فيه من مغامرات وماذا فيه من أسرار وماذا فيه من خبايا وبقايا كرة القدم على أرضية الملعب. أن يتمس بتلعب للمطار السيف أمامية كرة من الانتظار. هاي حلولو هاي حلولو كريم لطفي روح يلا بضلو على كرة بن عبد الله بمرور لازم نطلع فوق.
على ادراس المطاق ولكن فاول يلا يا شباب
اجري يا عبد الله. مش كان رفع عليها على طول تمام بس بره قوم يا جماعه خلاص تعال هنا تعال يا صاحبي يا ابني يا ابني ¿Qué es lo que
تبديل النبى حكم يلا 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 يا شادي ارجع يا شادي تبديل يا كابتن يلا كابتن Thank you.
على سويرة مسيبها اهو 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 يا ابني اهو واد يا سويرة زيزو زيزو حط اخر واحد روح روح واحدة على شاس ديالك حلوة 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 على شاس ديالك ارجع شيف ايه ده الواحد الواحد لا ده بقوي ينطط ولا ليها لازمه ومصعب اخش يضرب الجزمه في وشه